فتحت البوابات واندفع سيداتي وسادتي الخيل المبتدئ عمر السنتين على مسافة السرعة مسافة 1200 متر في شوطنا الأول أول الأشواط في هذا الحفل. كما تشاهدون الآن يبدو الصدارة لرقم 10 في هذه اللحظات متسارع هنا من الداخل. أشاهد رقم 4 مد الوصيل وكذلك من الداخل أيضا بجانب السياج شايخ الذي يتقدم هنا في هذه اللحظات. أشاهد كذلك رقم 9 على ما يبدو في هذه اللحظات أيضا سعودي فرونت والتقدم في هذه اللحظة إلى المركز الخامس. هنا أيضا رقم 5 في هذه اللحظات عنيزة التي تتقدم هنا في هذه اللحظات مع المنعطف قبل الأخير ولا زالت الصدارة في هذه اللحظات للصفا والمطاردة تأتي لشايخ في المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة مد الوصيل. هناك من الداخل أيضا رقم 5 عنيزة وهنا أيضا سعودي فرونت الذي يتقدم بكل قوة في هذه اللحظات في المرتبة الرابعة تقريبا يحاول أن يجد له مسار من الخارج. الآن لازالت الصدارة للصفا في المرتبة الأولى المطاردة لشايخ وهنا سعودي فرونت يحاول أيضا التقدم إلى المرتبة الثانية في هذه اللحظات والصفا في المقدمة مع جوبرتو راموس المحافظة للصفا في هذه اللحظات. الصفا الذي يشارك ويظهر للمرة الأولى ما شاء الله تبارك الله في السباقات السعودية. سعودي فرونت أيضا في المرتبة الثانية الذي يظهر أيضا للمرة الأولى لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز القادم أيضا من أمريكا. الصفا لعبد الرحمن سعيد عبد الله السيد القادم.